شو رح أعمل أنا هلأ؟ لوين لازم روح؟ لوين بدي روح؟ أهم شيء أهرب بالأول. رح أهرب أنا وأبي وما حد رح يلاقيني. آه يا حنان، آه يا حنان، شو رح نعمل؟ والله هربت، مشان ما تسقط الولد هربت منا. يا رب ما يصير لها شيء. نحن لازم نلاقيها فوراً عبدو، إذا مات الولد ببطن حنان رح تتسمم. آه يا حنان، آه يا حنان. بأمان الله يا شباب، بترككم بأمان الله يا جماعة. الله أكبر. يلا يا زكي، شو عم تنتظر لسه؟ بلا ما نوقع بمشاكل نحنا، حالة غسان عم تسوء أكتر وأكتر. الباب مقفول. يلا كل بلا صوت، خلوني طلعكن قبل ما يفيق حدا. يلا 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 قومي. يلا شوي شوي. هي الغرفة في الشباك، طلعوا من هنيك ما رح يشوفوكم. يلا طلعوا. يلا ابني، يلا بسرعة. يلا شو عم يصير؟ ألو مروان وينك؟ الزلمة رايعة على الكراج بلح وما تاكل هم. استعجل واطلع وراه قبل ما يهرب. شو عملتوا له؟ لقيتوه لهذا الواطي؟ مع الأسف كابتن مروان، كأنه الأرض انشقت وبلعته. شو هذا الصوت؟ يلا ابني، يلا نط يلا. هدول شو عم يعملوا هون؟ لقطوهن بسرعة، لاقولهن من قدام. يلا يلا غسان. ليك ما شوفي مين عم شوفون؟ لك تبعه، لك كان متخبيين مو هيك؟ لا تقرب عليه. ولك يا واطي، انت كيف بتخدعني؟ مين مفكر حالك؟ اه انت واخوك رح تفنكن سوا. يا ابني دخيل، بعد عني ان شاء الله اتركونا. بنتي تركنا بلا حكي. لكان كمان بنتك معك يا أعرج؟ أكيد بتضحي مشان بنتك، وأكيد زيدان كرمال أهله بيعمل أي شيء. اسمعني منيح، هلأ بتروح وبتلاقي زيدان الواطي وبتقله أهله عندي، وكل ساعة بيتأخر فيها وما بيرجع لي راسم آغا، رح أقتل واحد من أهله
وإذا بتعمل أي غلط بنتك هاي رح تموت، فهمت علي؟ فهمت يا أعرج؟ بقتلك بنتك وما بتشوفها بحياتك مرة تانية، وإذا إجا زيدان أنت وبنتك بتروحوا بحال سبيلكم. تمام، والله رايح، اللي بدك يا رح أعمله، بس لا تلمس بنتي. يلا روح. غسان ابني، وهدول خذول لورا البيت. امشوا روحوا امشوا. يلا يلا. هلأ أنا عندي اللي أهم منك يا عدنان، هداك تبع حزب الحزام ما عندي أهم منه، لازم أقتله، بس رح أقتل زيدان الواطي بالأول. مو وقت مشاعرك هلأ يا مروان، إذا بترجع لشغلك أهم وإلا ما رح يصير شيء طيب أبدا. ما في أي تطورات لسه؟ غطوا لي كل مداخل ومخارج المنطقة، لازم نلاقيه بسرعة. يا الله ساعدنا، لازم نلاقيه بأسرع وقت ممكن. وقبل ما يترك مكان الحادث، الصحفيين بيغطوا الحدث فورا. كيف صار هيك؟ كيف يا شباب؟ تحرك. كل اللي عملته ولليوم هلأ رح تتحاسب عليه بدون أي رحمة، رح تتعذب كتير. نايلون بيشعل شوي شوي، ولما رح يبلش يلزق بجسمك رح كب عليك المي. ما رح تموت بهالسهولة، رح تموت وانت عم تتعذب، رح تموت حتى ما رح تقدر تصرخ. أنا جاهز يا راسم آغا، بلشنا. شو عم يصير لي؟ شو عم يصير؟ بوصيدك لا تقتلنا، تركنا خلينا نروح. زيدان، زيدان شو عم تعمل؟ انت لسه ما عقلت؟ شيخنا وينك يا شيخي؟ زيدان طلع عن الطريق كمان، كمان بلش بالأمور اللي بلا طعمة. أنت وينك؟ ما بدك تجي هلأ؟ لا، ما رح يمشي الحال، ما رح أعملها يا راسم آغا، ما رح أعملها، ما رح ساويها. شو عم يصير زيدان؟ شو صار لك؟ شو في؟ لقيته. خبروا كل الدوريات القريبة من كراج البولمان، أنا لقيت المطلوب، تعالوا على الكراج فوراً. الله
قائم مقام هون. لوين رايح؟ لا تكون انت اللي رح تطالعني. اي يلا امشي خدوه من هون. يلا امشي لورا لو سمحت لورا صوروا لشوف بس نشوف مين اللي قاعد عم يحميه. خلي الكل يشوف انه الدوله ما لها اي علاقه بهذا الرجال وخلي الكل يشوفه انه وقع بالفخ وبدل الاخبار الكذابه وصلوا الصوره الحقيقيه. لورا لورا أخ يا مروان بهدلت الدنيا. ألو، مع الأسف يا معلمي مروان مو مبين أبدا. طارق ألقى القبض على العنصر وأخده. بسيطة عدنان، انسالي يا هلأ وبعدين منحل موضوع جوا. هلأ بلشوا مراسيم الجنازة ورجال الحزام ياخدوا مواقعهم. خلوهن على الأسطيح وانت خذ موقعك. خلي الدم للركب عدنان، عم تفهم علي؟ بدي الدم للركب. لسه حاسة واحد أيار ما نسي ولا لا. إذا هنيك ميدان التقسيم، هون كمان ميدان أرديل. هاي مو بنت ميخائيل؟ شو عم تساوي هون؟ ألو ميسون، شفت بنتك بالكراج، مو لازم تكون بالجنازة؟ هاد بجوز يا أخوان خبوا أختنا منا. عم يقولوا إنها طلعت من المشفى. الدولة عم تحاول كمان إنه تخفي بنت شهيدنا من قدام العيون. امشوا يا شباب، صار وقت إنه ندفن شهيدنا. امشوا تحركوا. عبدو طمني انت وين كنت؟ هي بالبيت؟ لا مو بالبيت كمان. يا الله شو صار؟ قدرتوا تلاقوا حنان؟ لا لازم نلاقيها بأقرب وقت ممكن. بيكون الطفل هلأ مات ببطنه وبيكون جسم حنان بلش يتصلم. يا الله يا الله، آه منك يا حنان، آه منك يا حنان. طارق طارق، حنان هربت ورح تموت حالها. دخيلك ساعدنا بسرعة. تمام ديالا، رح أبعت لك حدا من مديرية الأمن. وهلأ رح تحكي لنا بالتفصيل شو اللي قاعدين عم تخططوا له. انتو خونة، كلكم خونة، بس لازم تعرفوا انه ما رح تطلع مني ولا كلمة. سيدي القائم مقام، ممكن لحظة؟ مهم كتير. اجا المدير؟ وصل قبل شوي سيدي. عرفوا لي كل شيء، شو اللي عم بيخططوا له ومين المتورط معهم كمان، كل شيء. يلا بناء على انباء اكيده وصلتنا اليوم صباحا، قاتل الراهب ميخائيل تمت حمايته شخصيا من قبل قائم مقام المنطقه طارق كايا، وان فريق عملنا استنادا الى اخباريه عن عمليه اغتيال تحرك ليتفاجا باحداث غريبه. والان اليكم ما وصلنا من صور. خذوه يلا صوروا بسرعه لنشوف مين اللي عم يحميه. القائم مقام قال علنا للصحفيين أن مواقفهم بحمايتهم له كانت مرعبة جدا، وبالوقت الذي لم يقم فيه أحد من الدولة بتصريح بما يخص الحادثة فإن التطورات يتم تراقبها بفارغ الصبر، وسنتابع اليوم ما ورد في هذا. في ألعاب كبيرة عم تتم، بمجرد وقوع الحادث انبثت الأخبار، بس صار في مشاكل كتير كتير، كأنه في إيد ما بدأ أن تكون حضرتك هون. ممكن سيادة المدير، كل شيء ممكن، بس من حسن الحظ هذا المفتاح بإيدنا، إذا قدرنا نخليه يحكي
رح نحل القصة كلها. نحكي معه ونشوف شو رح يقول. نشهد اليوم ومن أكثر من دولة تدفق الصحفيين على المنطقة، ذلك لحضور جنازة المتوفى ميخائيل التي تعتبر قد بدأت من الآن، وقد قام فريق العمل برصد كامل لمراسيم الجنازة، وسننقل لكم الآن مراسيم الدفن. نزل راسك، تعال نزله. ليك ليك، هي آخرتك يا محمود. قولك يا محمود، امشي قدامي، رح ندخل من الشوارع الفرعية. يلا وصلنا يا راسم آغا، وهي هي المديرية. جيدان جيدان جيدان، وقف جيدان. شو صار يا أعرج؟ ليش ما رحتوا أنتو؟ أمك وسمية وغسان كلهم بإيد مروان، وهو بعتني لعندك مرسال، قال مشان تيجي مع راسم آغا وتسلم حالك إله، وإذا ما أجيت كل ساعة رح يقتل واحد منهم، وقال رح يبلش بغسان. ليك عديم الناموس، لكن هيك قال. عجل زيدان، أول ساعة رح تخلص تقريبا. حاصرني هالواطي مرة تانية. امشي راسم آغا، تغيرت الخطة والأمور تخربطت. امشي امشي. بقي 10 دقائق غسان أفندي. كتير متشوق لموتك. حنان أمي، شو عم تعملي هون؟ لوين رايحة يا بنتي؟ رايحة يا أمي، رح يحاولوا إنه ياخدوا ابني مني. رايحة من كل المنطقة، رح سافر على المدينة وعيش مع ابني. ليكي، رح تروحي من دون ما تقومي بواجبك تجاه أبوكي؟ كل هدول الناس هنيك وإنتي يعني بنته اللي من دمه ولحمه ما رح تجي على جنازة؟ كلامك مزبوط، بس بالأول وعديني إنه بعد الجنازة رح تاخديني من هون. ليكي، دكاترة اللي هون كلهم فاشلين، أصلاً إذا كانوا بينفعوا بشي ما رح يكونوا هون. رح أخدك على أحسن المستشفيات ورح تولدي ابنك، بس بالأول خلينا نخلص آخر وظيفة علينا تجاه أبوكي. يلا. Thank you.
كل شيء تمام، نحن جاهزين. حلو، لما ببلشوا يجوا من القبور ويصيروا كلهم بالساحة خليهم يوصل الكل، تلون كلهم. متفهم علي؟ كلهم. لك احكي يا بني آدم، الناس رح تقتل بعضها، كل هالناس رح تموت، مهمك انت بنوب؟ اللي بيطلع عن طريق الله موته حق علينا. بيكفي بقى ولك، بيكفي بقى، احكي ولك، احكي، خلصنا ولك، احكي. استغفر الله العظيم. إذا بتسمح لي حضرة المدير، أنا فيني أقنعه. تفضل سيادة القائم مقام. ليك، اسمعني منيح، اللي عم بتقول عنهم الدولة هنن عبارة عن فيروسات فيها، وعم يلعبوا بوشين، عم يغزوا التنظيم وحزب الحزام بنفس الوقت، وهدفهم إنه تعلقوا ببعض. ما رح نقتل بعض، نحن اللي رح نقتلهم بس. جماعتنا رح يقتلوهم كلهم اليوم، والنصر رح يكون للإسلام. أنت شو قلت؟ ها؟ أمتى رح يصير هيك؟ أمتى رح يصير هيك؟ قل لي وين؟ ولك أحكي يا بني آدم، كتار من البريئين رح يموتوا. تفضل سيادة الوالي. شو؟ ما فيك تنحيني من الوظيفة هلأ سيادة الوالي، ما فيك تنحيني هلأ سيادة الوالي. التحقيقات اللي تمت بحقي ما طلعت نتائجها لسه. طلعت نتائجها؟ ايمتى صار هذا الشيء؟ طيب ليش لهلأ لحتى خبرتني؟ اسمعني سيادة الوالي، هلأ مو الوقت المناسب أبداً، هلأ ما فينك تعزلني عن منصبي رجاءً سيادة الوالي. ألو؟ الله يلعنك. شو في؟ الوالي عم بيخبرني إنه تم عزلي من منصبي. بس كيف عرفك هون؟ طلع فيني، إذا أنت ما حكيت رح يموتوا أبرياء كتير، وأنا من هلأ ماني القائم مقام، فهمت؟ أنا مثلي مثلك، وهلأ مو باسم الدولة، عم اسألك باسم الإنسانية. إمتى وين رح يصير هذا الشيء؟ هذا الشيء مستحيل قوله أصلاً، ما بهين قضيتي أبداً. لك أحكي بقى. ما بتهين قضيتك ما هيك؟ أي قضية؟ قضية الإسلام ما هيك؟ طيب مثل ما بدك. وكنت بتعرف إنه ميخائيل اللي قتلته كان بيشتغل مع اللي أنت بتشتغل معهم وبنفس الموقع، كنت بتعرف؟ احترامي سيدي سيادة قائم المقام، تفضل. يسلموا. طلع منيح، الشخص اللي قتلته ميخائيل كان المختار تبع الضيعة اللي كنت فيها طبيب، وهذا المختار محمود. تعرف بعدين شو صار؟ طلع بحقه بطاقة بحث وضاع هون. طيب بتعرف بعدين شو صار؟ اجى على المنطقة بهوية تانية وعلى أساس إنه راهب سرياني كمان، بس الحقيقة محمود ما كان سرياني. طيب مين اللي جابه؟ اللي طلبوا منك تقتله؟ لك أنت مخك ما بيشتغل يعني؟ لما طلعت كانوا الصحفيين قدامك، كانوا بيعرفوا إنه ميخائيل هنيك، كيف صار هيك؟ القصة مثل ما بعتوك على الكراج بعتوه إله كمان، وبعدين خلوك تقوصه. تعرف أنا كيف لقيتك؟ لحقت الصحفيين لأنه أنت كمان كنت رح تموت، بس ادعي إنه لقيتك قبلهم. أنت عم تكذب علي. وين الخطة؟ وإمتى رح تكون؟
برجعك الجنازة بشارع منكشي. بعتوا دورية فورا، استعجلوا. ما ضل حدا فوق سيدي، كلهم طلعوا بمهمة سيدي. عنا بالمخفر ثلاث عناصر بس. شو عم تقول انت؟ انتهت المهلة، داي آخر دعوة بحياتك. جيت لعندك، ليكني هون، اترك أهلي، شغلك معي، معي أنا. بنتي، حبيبتي. مقابله لراسم آغا بدك تعطيني أهلي. اتفاقية ضعيفة كثير يا زيدان. بنتي. أنا مو هامم لراسم آغا أبداً. إذا بتقتله بيكون منيح، وإذا ما بتقتله نفس الشيء. بالنسبة إلي أنت المهم زيدان. أنت تعتبر حبي الأبدي، وإذا ما قتلتك ما رح يرتاح فؤادي أبداً. اجت بنت شهيدنا، وصلت بنت رفيقنا. رفيقتنا اجت. دولة قاتلة بدنا نحاسبها، 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 دولة قاتلة بدنا نحاسبها. بنتي حنان، قاتلة تعي بنتي، دولة قاتلة بدنا نحاسبها، بنتي دولة قاتلة بدنا نحاسبها، دولة قاتلة بدنا نحاسبها، دولة قاتلة بدنا نحاسبها. حنان تعوا ساعدوني، بدنا نحاسبها، ساعدوني لنوقفها. دولة يلا بنتي، تعي اختي، تعي يلا حبيبتي. قاتلة بدنا نحاسبها، دولة 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 قاتلة بدنا نحاسبها. ديالة شوفي، والله هي حنان. بنتي حنان، تعي بنتي، والله اكيد هي. لك
حنان حنان, حنان دخيلك يا ربي. دولة قاتلة بدنا نحاسبها. دولة قاتلة ضمني على بدنا نحاسبها. القاتل لازم ياخذ عقابه. دم ميخائيل ما لازم يروح حدر. القاتل لازم ياخذ عقابه. والله خاينة هي الدولة باينة. إنا 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 والله خاينة هي الدولة باينة. إذا منيح شو بده يصير؟ شو بده يصير إذا أنا؟ إهدى شوي حنان! حنان وينك أنتِ؟ حنان! ساعدوني! ساعدوني! حنان! إن شاء الله لا تتركوني! وينك أنتِ يا حنان؟ ألو! ألو! بعتوا سيارة إسعاف بسرعة على شارع منكشة! فوراً! حنان وينك أنتِ؟ دخلكم استعجلوا! حنان! حنان وينها؟ ما بعرف. ما رح اقول لك دعي اخر دعاء لك، لانه ما في دعاء ممكن يخلصك. ابني بوس ايدك تقتلني إلي، بس لا تأذي ولادي وتضرهم. ايه خالتي، عطيتيني فكرة حلوة. انا اللي لازم بوس ايدك، بس مو وقته هلأ.
راح تموتوا على أقل من مهلك يا زيدان. أكيد راح تموت بحرقة قلبك، وأنا راح تدمع عيوني من الضحك عليك. بالأول راح يموت أخوك، وبعدين راح تموت أمك، وكله قدام عيونك، وما راح تقدر تعمل أي شيء. وبالوقت اللي بيكونوا عم ينازوا على الأرض، أنت بتكون كأنك عم تحضر فيلم رعب وتتفرج عليه بس. ها؟ شو رأيك زيدان؟ فكرة حلوة ما هيك؟ حتى وأنا عم بشرح لك وجعني قلبي، يا ترى شو بده يكون حالة الأسطورة زيدان الأبضاي؟ لوك أنت بدك تضل حمار وبي، لك سنين عم تلحقني وليكني قدامك واقف بين إيديك. حل مشكلتك معي يا جبان، ليش لتدخل أمي وأختي؟ آه ليكني قدامك، أنت رجال أنت، والله ولا لك نافع بشي. ليك ابني، حتى لو شربت من دمك قلبي ما رح يرتاح. منشان هيك كل شي ممكن انه يعذبك رح يبسطني إلي كمان. رح تتفرج على أهلك وهني عم يموتوا، ورح تبكي لحتى تشبع، وبعدين بيجي الدور عليك انت. لا تفكر ان القصة بهالسهولة، بعدين أحلامك ما رح تتحقق، وعقلك كمان رح يطير، وبدي خليك تسرح بالشوارع. وبكرة بتقول زيدان قال. خالتي شايفة ابنك؟ حتى قبل ما يموت عم ينكت، يعني ابنك بينفع يكون ممثل كوميدي؟ يا حرام هالبلد رح تفتقده كتير بعد ما يروح عنا. ليك زيدان، أنا قلت لك أنت ممكن تقتل راسم آغا، أنت عندك رصاصة واحدة من حقك، وبعدها رح أعملك غربال. شو رح تعمل؟ مين اللي رح يخلصك مني؟ اللي لشوف مين هو اللي رح يخلصك من بين إيدي. أنت جاهز زيدان؟ اترك أمي ولك، عم تتقوى على حرمي، اتركها ولك، اتركها. اتركينا عزيز، اترك بسرعة بسرعة. انت بنتي، فوتوا لجوا فوتوا. كمان من وين طلعت؟ ليش عم تساعدني؟ كرمالك كابتن زيدان، كرمالك انت.